نرحب بزميلنا العزيز كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. منور يا ابو حميد. الله يكرمك كابتن، حضرتك اللي منور الدنيا كلها. الله يخليك. ايه الاخبار النهارده؟ الحمد لله الحمد لله. خلينا قبل ما نتكلم في موضوع حراس المرمى، تمام، ايه الاخبار؟ انت كلاعب احساسك ايه قبل المباراه؟ لا طبعا مباراه، وتحب الاجواء تبقى شكلها ايه قبل المباراه؟ بص، في العموم يا كابتن، الاجواء بتاعه النادي الاهلي عموما في التسخين واللمة اللعيبه وكده مميزه جدا، مع وجود الجماهير بتبقى حاله من الحماس الشديد بين اللعيبه وبين بعضها، كله بيكلم بعضه وكله بيهون على بعضه وكله بيسخن بعضه، انت عارف حضرتك الكلام ده عدينا عليه كتير، اعتقد ان لعيبه الاهلي عدينا عليه كتير قوي، وعدينا ولازم يكون احنا عندنا خبرات كبيره قوي في الملعب. صحيح. اما تيجي تتفرج على الشناوي 100 وشويه مباراه في افريقيا، مين اقل لاعب عندنا 50 60 مباراه في افريقيا لعبنا ومر بالاجواء دي كلها، عد عليه اصعب من كده، فاعتقد الموضوع اسهل، ووجود الجماهير دي محفز لينا اكتر، لان طبعا زي ما حضرتك عارف واحد زي علي معلول ده يعني اعتقد من المباريات الدوليه، ودي الشناوي اهو كمان بالمناسبه، ولا بص يا كابتن مصطفى كمان داخل علينا، الامور دي هاديه خالص، اللعيبه اعتقد انها عازله نفسها عن الاجواء تماما، وعازله نفسها عن اللي بيحصل بره، ناهيك ان انت بتخش على الاستاد على التسخين على طول، فاعتقد الامور انت مش حاسس بالجمهور، بس انت عاجبك الجو، وان شاء الله يبقى مباراه موفقه للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. ازاي تاخد الاجواء دي بصوره ايجابيه من صوره سلبيه؟ اول حاجه هتعملها وانت نازل تسخن لازم تضحك وتنبسط وتروح تسقف للجمهور وتاخدهم وترفع لهم ايديك، لازم تاخدهم زي ما بيقولوا كده على حجرك وتهدي نفسك وتروح تتعامل مع الكره وتاخد الكره وتلعبها لواحد وزميلك وهكذا، واللعب يبقى عادي جدا، ما تحسسش ان في ضغط ونازل متنشن، اول ما الجمهور هيشوفك متنشن هيضغط عليك زياده، انما لما يلاقيك بتضحك في وشه زي ما مثلا بتوع اوروبا كابتن بينزلوا يحطوا السماعات في ودانهم وينزلوا يتمشوا ويتفرجوا ويصوروا، الحاجات دي بتهدي اللاعب وفي نفس الوقت بتهدي الجمهور اللي قدامه، لانه بيقول لك احنا لا ده مش في دماغهم، يعني العمليه نفسيا مستريحين، واعتقد ان ده النادي الاهلي بيعمله، وان شاء الله يجيب ثماره بامر الله النهارده، وان شاء الله نخالف كل التوقعات ونطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. نتكلم بقى على حراس المرمى. طيب الحارس النهارده اللي معانا طبعا ويليامز، رونين ويليامز، هو حارس سوي سبورت، فرقه سان داونز بتتميز بالحراس القويه، كان قبل كده عندهم اونيانجو الحارس الشهير لمنتخب الكونغو، حارس كان من الحراس الكبيره جدا، في اول 22 تعاقدوا مع رونين ويليامز جاي من سوي سبورت، والحارس ده اصلا كان من مواليد 92، 2013 ابتدى يلعب مع سوي سبورت، راح المنتخب في 2014، ابتدى 2014 ل 2018 كان بيقعد احتياطي، اول مباراه ليه كانت في 2018، من 2018 لحد 2023 هو لعب حوالي 36 مباراه في 48 مباراه، يعني يعتبر 75%، ومعظم المباريات اللي بلعبها بيبقى اللي لعبها كانت هي المباريات الرسميه، انما ال 12 التانيين كانت مباريات وديه وما كانش هو اللي بيشارك فيها، يعني هو الحارس الاساسي لمنتخب البافانا. بافانا اعتقد ان حارس جيد، 184 سنتي طول، وزنه 81 كيلو، عنده مقومات جسديه هايله جدا، عنده بناء هجمه مميز فيه وبيلعب جدا بالقدمين بطريقه مميزه، ولو جدا ان ليه بعض الاخطاء، ما احنا لسه هنتكلم في الاخطاء، احنا الاول نقول المميزات ونتكلم في العيوب. الناحيه البدنيه عنده كويسه جدا، سرعه رد فعل هايله، عنده القوه الانفجاريه بتاعته مميزه جدا، الانفرادات بيعرف يطلع ويقفل كويس جدا، عنده مشكله الكرات العرضيه لو من ناحيه اليمين اللي هي ناحيه علي معلول، يمينه هو اللي ناحيه علي معلول ورضا سليم، ايوه بيعرف يتعامل فيها كويس. من الناحيه دي العكس، عنده قصور شويه الناحيه اليمين، من الناحيه اليمين بتاعتنا شماله هو. عنده قصور فيها يعني، وده مش هيبان في كوره واتنين، لا ده عايز ثلاث اربع كور عشان يبان فيه. عنده بعض التردد في الخروج للكرات العرضيه بيسبب ازمات خاصه مع السردباكين. صح. ده من السنه اللي قبل اللي فاتت بالظبط، وعنده المشكله دي مهمه جدا، انه في ازمات بتحصل بينه وبين رقم 4 تحديدا وقلبي الدفاع، هو خطوه الاثنين يقفوا ويطلع حد يخطفها، ودي بتحصل. صح. كتير، واعتقد ان شاء الله هنقدر نحرز منها النهارده بامر الله. عنده مشكله في الشوتينج، طول ما الشوتينج في الارتفاع ده هو بيعرف يتصدى ليه، على الارض قوي وعالي قوي ما بيعرفش يتعامل معاه، انما في منطقته وفي الارتفاع اللي هو المتوسط مميز جدا فيه، لانه طوله كبير. عنده مشكله ثانيه،
بيحتفظ بالكرة زيادة عن اللزوم. صح. عنده ثقة في نفسه عالية جدا جدا جدا. صحيح مكوينة مديله الاوبورتيونيتي دي انه يعمل كده او الفرص انه يعمل كده براحته. ولكنه ساعات بيزودها تتقطع منه بيخش فيه اهداف بالطريقة دي. حارس قدراته الذهنية كويسة جدا. لازم نذكر انه من بيعرف يتعامل مع الثوابت كويس، بمعنى ضربات الجزاء والفاولات بره ال 18 بيعرف يتعامل معاها كويس. يمكن نتذكر السنة اللي فاتت صد ضرب الجزاء من محمد هاني وأطهر الطاهر، السنة دي في فيترو أتلتيكو والماتش اللي قبل ده صد ضرب الجزاء، والتلاتة كانوا ناحية اليمين، ودي نقطة مهمة جدا إن شاء الله ربنا يكرمنا. ربنا يكرمنا إن شاء الله يجينا ضرب جزاء، أتمنى إن علي معلول يسددها على شماله أو في منتصف المرمى زي ما هو يعني زي ما إحنا متعودين من علي معلول، إنما يمينه هو بيعرف يتعامل معاها كويس جدا. عشان كده زي ما بقول لحضرتك في الكورسات اللي بتيجي من الناحية دي بيعرف يتعامل معاها كويس، إنما الناحية التانية بتبقى العملية صعبة. في نفس الكلام في المرمى عنده التمركز بتاعه ناحية الشمال أعلى من اليمين، عشان كده بيعرف يترمي كويس جدا ناحية اليمين، بيعرف يطلع كروسات كويس جدا من ناحية اليمين، إنما شماله معظمها بتبقى سيء لأن رجله اليمين أضعف من الشمال، وده واضح. اليمين أضعف من الشمال. ده واضح من ردود أفعاله ومن توقعاته، هو عارف إن هو بيعرف يشتغل على يمينه أحسن من شماله. عشان كده طالما بيشتغل على يمينه احسن يبقى رجله الشمال اقوى، لان هو اللي بياخد بيها التراي، واعتقد ان ده واضح جدا. مميز الانفرادات، انفرادات كويس جدا يعني، طوله مساعده. مش عنده القدرات بتاعه الشناوي في الحركه السريعه، يعني الشناوي عنده ميزه مهمه. طبعا مش عايز اقولها بس لازم اقولها، انه الشناوي في اي انفراد تلاقيه بيجري بسرعه وبيروح لحد اللاعب قبل ما يسدد. ده ما عندوش كده، ده لما يقرب منك هيقفل عليك كويس، انما من بعيد طول ما انت جاي له من بعيد وحطيتها تخلص الجيم سهل جدا. واعتقد ان دي من اهم المميزات في الثلاثي اللي بيلعب النهارده، اذا كان صلاح ولا بيرسي ولا رضا سليم. ان هم بيحطوا من بعيد. يمكن صلاح بيتاخر سنه، بس بيرسي ورضا لما بيوصلوا بيحطوا من بعيد. دي هتبقى ان شاء الله حاجه ايجابيه جدا في الثلاثي الامامي، واعتقد ان ده مستر كولر درسه، وعشان كده يمكن يكون بيبتدي بالثلاثي ده ان شاء الله. ان شاء الله. قبل ما اطلع فاصل، دور الشناوي النهارده. طيب دور الشناوي ليه يعني دورين، اهم حاجه الدور النفسي يعني ده قبل المباراه، واعتقد في خلال الرحله من اول ما سافرنا بنتكلم على الشناوي كقائد وحارس مرمى. طبعا هو قبل ما يكون حارس هو قائد. بالظبط. يعني ليه؟ لان حارس هو يعملها في 90 دقيقه، حارس هيعملها في تمرين، انما قائد هيعملها طول الرحله. مزبوط. في الاربع خمس ايام اللي هم مسافرين فيها. مزبوط. فدي بالنسبه لنا اهم، اعتقد انه رقم واحد مؤهل. في نقطه ما يعني احب اضيفها الاول، بفكرني بحاجه حضرتك على الحارس بتاعه. انه قال ان انا عايز استنى الماتش ده بشغف عشان عايزين نوصل النهائي، ودي ان شاء الله تكون مرحله ما بعد الغرور، وان شاء الله ان شاء الله بامر الله لما ارجع بعد المباراه هقول لحضرتك الكلمه دي غيرت ازاي. المهم ارجع للشناوي. الشناوي اول حاجه عنده دور نفسي هايل جدا جدا جدا، اعتقد بيعرف يتعامل بيه كويس جدا. عنده هدوء في اوضه اللبس، بيعرف امتى مين يتكلم وامتى مين يقف وامتى مين يتعامل، بيعرف يهدي الناس وبيعرف في نفس الوقت يسخنهم ما قبل المباريات او يحمسهم، ودي حاجه ايجابيه للشناوي بيعرف يعملها اثناء المباراه واثناء 90 دقيقه. توجيهاته اللي بتطلع من بقه بتفرق مع النادي الاهلي كتير. يعني الشناوي ممكن ببقه يا كابتن لو جه عليه 10 كور ممكن بكلامه يشيل 5 6 كور. ليه؟ لان هو بيتكلم فيخلي المدافع يشيل قبل ما الخطوره تحصل. صحيح. عشان كده اعتبنا عليه المره اللي فاتت في الكوره بتاعت عبد المنعم لما حصل مشكله. بس دي من ايجابيات الشناوي اصلا. رقم 3 بقى في حراسه المرمى، اعتقد يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه يخليه زي ما هو. انا مش عايز منه حاجه زياده، هو ربنا يكرمه ان شاء الله ونطلع بحاجه ايجابيه ان شاء الله.